سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة الخامسة. اه يا جماعة كده اقعدوا بجاي اقعدوا بجاي لطيفة. يلا انا متذكرة يا خالتي صفية انه الله بيحضر هارون امر سيدنا موسى ان يملي يدينه من رماد الكانون ويكشحه في الهواء. صح صح لما فرعون يكون موجود ويشوف العملية دي قدامه. صح الله امر نبيه موسى بالكلام ده وقال له الرماد ده حيتحول لغبار وحيصيب الناس والبهايم بجروح ملتهبة في كل أرض مصر. ده كلام صح. ولما سيدنا موسى بحضر هارون برضو استعد وجاب الكانون الفي والرماد ومستشار فرعون كان واقف معاه وقام نبهه وقال له يا جلالة الملك يا جلالة الملك شوف 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 هداك موسى وهارون كمان واقف معاه. موسى أيوة شوف موسى بيعمل في شنو. موسى أيوة أيوة جنبه أيوة جنبه كانون شوف. ايوه تمام داك موسى لكن بيعمل في شنو. شوف يا مولاي شايل رماد الكانون وبكشح فيه في الهواء. وده الرماد ايوه كانون فعلا فعلا. اخ فعلاً. اخ يا مولاي جسمي مالك جسمي يا مولاي يا جوي اي روح ملتهبه يا مولاي اي رقبتي ده شوف في شنو. اخ اخ عاطي شنو انا جروح برضو لا بالي جسمي أنا برضو في شنو. وطبعا الناس وحتى البهايم كلهم ظهرت عليهم الجروح الملتهبة لدرجة إنه المصريين بتاعين السحر استسلموا وما قدروا يقيفوا في مواجهة سيدنا موسى بسبب جروحهم. والجروح أصابت كل المصريين ولكن مع كده الله قسى قلب فرعون وفرعون ما سمع كلام سيدنا موسى وهارون عشان يفك الشعب حسب أمر الله لنبيه موسى. أيوة. يا سلام. والله قال لسيدنا موسى قوم بدري في الصباح وقابل فرعون وقل له الله رب العبرانيين قال ليك فيك شعبي عشان يعبدوني وإلا المرة دي أنا هأنزل بشدة ضربات قوية جدا عليك وعلى مستشارينك وقومك عشان تعرف قوتي وتعرف إنه ما في لي مثيل في الكون. وكان بإمكاني من الأول أضربك بمرض خطير وقاتل أنت وشعبك وتهلك وتزول من على الأرض لكن أنا خليتك عشان أوريك قوتي عشان ذكري ينتشر في الأرض لكن أنت لسه بتقاوم وتعاند وتستبد على شعبي وما عايز تفكهم عشان كده بكرة في نفس الوقت ده أنا هنزل مطر التلج رهيبة ما حصل زيها في تاريخ مصر من تأسيسه ولغاية اليوم. لا حول. دلوقتي أحسن ترسل وتجمع المواشي والعمال من المزارع لأنه أي زول من الناس والبهايم بيكون في المزارع بدون ما يكون في حتة يحتوي بيها هتنزل عليهم مطر التلج وتهلكه. بعد الكلام ده الناس صدقوا وعد الله من مستشارين فرعون مشوا بسرعة وجابوا مواشيهم وعمالهم لبيوتهم عشان ينجوا لكن ما صدقوا كلام الله خلوا مواشيهم وعمالهم في المزارع معرضين للهلاك. وفي ثاني يوم الله قال لسيدنا موسى يا موسى مد عصايتك في اتجاه السماء عشان مطر التلج تنزل على الناس والبهائم الما محميين وعلى الزرع في كل أرض مصر وتهلكه. سيدنا موسى عليه السلام رفع عصايته في اتجاه السماء والله رسل مطر التلج ومعها رعد ونزلت صاقعة على أرض مصر والمطر دي كانت أصعب مطر تنزل في أرض مصر من ما تأسست. ومطر التلج القاسي دي نزلت على كل الكام في المزارع من ناس وحيوانات وزرع وأتلفت الزرع وكسرت الشجر والشعير والكتان كلهم تلفوا كمان بسبب المطر دي مع إنه الشعير كان شايل السنابل والكتان كان شايل النوار لكن القمح ما تلف
لأنه كان متأخر في الزراعة، والمكان الوحيد اللي ما نزلت فيه المطر دي كانت منطقة جاسان اللي كانوا ساكنين فيها بني إسرائيل. فرعون نادى سيدنا موسى وهارون وقال لهم: يا موسى. نعم يا هارون. المرة دي أنا غلطان، الله الحي الدائم هو الصالح، وأنا وقومي نحن الفاسدين، عشان كده أنا عايزكم تدعوا لنا الله كفانا من الرعد ومطرة التلج الرهيبة دي، ولما تجيف أنا حافككم وأخليكم تمشوا تعبدوا إلهكم. طيب كويس، أنا لما أطلع من هنا حارفع يدي لي الله وأدعو، وحيوقف عنكم مطرة التلج والرعد، عشان تعرف إنه الأرض لله. لكن أنا عارف إنه أنت ومستشارينك لسه برضو ما خافي من الله. وبعد ذاك سيدنا موسى طلع من فرعون ومشى بر المدينة ودعا الله، والرعد والمطر وقفوا. لكن فرعون ومستشارينه لما شافوا إنه مطرة التلج والرعد وقفوا قلوبهم قست، وفرعون تراجع عن كلامه وما فك بني إسرائيل زي ما الله قال بالضبط. بعد ذاك الله قال لسيدنا موسى: يا موسى قم أمشي الفرعون لأني أنا قسيت قلبه وقلوب مستشارينه برضو عشان أبين أمري فيهم، وإنتوا حتحكوا لأولادكم جيل بعد جيل وتوريهم إني غضبت على المصريين وأهنتهم وبينت أمري فيهم عشان تعرفوا إنه أنا الله الجبار. سيدنا موسى وهارون مشوا لفرعون وقالوا له: يا ملك مصر، الله رب العبرانيين بيقول لك انت لغاية 200 حتعاند وترفض امري، انا دلوقتي بقول لك فيك شعبي عشان يمشي ويعبدوني، واذا ابيت انا حارسل عليكم الجراد بكرة، والجراد ده حيغطي كل وجه الارض لدرجة انه ما في زول حيقدر يشوفه، وياكل الفضل من تأثير مطرة التلج، وياكل كل شجرة نابتة في المزارع، ويملى بيوتك وبيوت مستشارينك وبيوت كل المصريين، والجراد ده حيكون بمجموعات كبيرة وما حصل زيه من تأسيس مصر ولغاية دلوقتي. وبعد الكلام ده موسى وهارون طلعوا من عند فرعون، وبعد ما طلعوا مستشارين فرعون قالوا له: يا جلالة الملك، الراجل ده لغاية 200 حيتابعنا كده، نرجوك فيك الناس دي عشان يعبد المولى إلهه، انت ما شايف البلد خربت كيف؟ طيب خلوني اجيب موسى وهارون واشوف رايهم شنو. يا حارس، امرك يا مولاي. نادي لي موسى وهارون بسرعة. حاضر يا مولاي. يا موسى. نعم. يا هارون. ايوه. يلا امشوا اعبدوا المولى إلهكم ده، لكن انا لازم اعرف منو هم المفروض يمشوا معاكم. يا جلالة الملك، نحن لازم نمشي كلنا، كبارنا وصغارنا، أولادنا وبناتنا وبقرنا وغنمنا، لأننا حنحتفل بعيد الله. يا موسى، يا هارون. أيوة. يعني أنتوا عشان الله معاكم عايزين تقنعوني بأنكم أنتوا وأولادكم ونسوانكم وغنمكم وبهايمكم كمان ماشيين تعبدوا الله؟ أنتوا نياتكم ما سليمة، عشان كده أنا ما هخليكم كلكم تمشوا، الرجال هم بس اللي أنا هخليهم يمشوا عشان يعبدوا الله. ده مش كان طلبكم؟ يلا انتوا الاثنين اطلعوا من قدامي، يلا امشوا من هنا برا. حاضر. وفي تاني يوم الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى: يا موسى مد عصايتك على أرض مصر عشان الجراد يجي وياكل كل شي نابت في المزارع وياكل كل الفضل من تأثير مطرة التلج. وموسى مد عصايته فوق أرض مصر، والله رسل له ريح شرقية هبت على البلد كل النهار وطول الليل، ولما أصبح الصباح الريح جابت معها جراد، والجراد هجم على كل مصر ونزل في كل مكان فيها، وكان بعدد كبير جدا، ما كان في له مثيل من تأسيس مصر ولا حيجي قبل تاني، والجراد ده غطى الأرض لغاية ما البلد ظلمت، وأكل الزرع وثمر الشجر، وما فضل أي شيء أخضر في مصر.
فرعون نادى سيدنا موسى وهارون بسرعة وقال لهم: يا موسى يا هارون. نعم أيوة. نعم أنا غلطت في حق المولى إلهكم وفي حقكم، بس يا جماعة كده عدوا لي المرة دي وسامحوني وأدعو الله إنه يبعد عننا الآفة المهلكة دي. سيدنا موسى وافق، ولما طلع من عند فرعون دعا الله، والله غير اتجاه الريح وشالت الجراد ورمته كله في البحر الأحمر. لكن مع كده الله قسى قلب فرعون، وفرعون ما خلى بني إسرائيل يمشي ويعبدوا الله. بعد ذاك الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى: المرة دي أرفع يدك للسماء، وبكده الظلام حيعم أرض مصر كلها، حيكون في ظلام شديد جدا وخيف. موسى فعلا رفع يده للسماء حسب أمر الله، والظلام الشديد عم مصر لمدة 3 يوم، وما كان في أي واحد من المصريين قادر يشوف أي حاجة، وحتى الحركة المحدودة جدا في البيوت كانت بالنسبة لهم صعب خالص. لا. في 3 يوم دي ما قدروا يعملوا أي حاجة. لكن منطقة بني إسرائيل ما شمل الظلام ده. سبحان الله. وبعد ما الظلام انتهى، فرعون نادى سيدنا موسى وقال له: يا موسى. نعم. أمشوا أعبدوا إلهكم أنتوا ونسوانكم وأولادكم، لكن ما في بهائم بتعبد لا إله، فغنمكم وبقركم دي لازم تخلوها هنا، ما في أي طريقة تسوقوها معاكم، لازم تكون موجودة هنا. يا ملك مصر كيف الكلام ده؟ طيب هنقدم شنو لله؟ هتدينا ضبائع عشان نقدمها له؟ بالتأكيد لازم نسوق مواشينا معانا، ما نخلي ولا واحدة منا هنا، لأننا هنطبح منها ونقدم للمولى إلهنا ونعبده، وما حنعرف اللي حنقدمه بالضبط لله إلا لما نصل هناك. طيب يا جماعة الليل حنقف هنا، لا حنواصل لا بإذن لا الله المرة الجاية المرة الجاية إن شاء الله المرة الجاية. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.